الان وصلت لركلات ترجيح، اعتقد ان هي الان الحظ يلعب فيها دور كبير يعني. اكيد. هل من اضافه كابتن وسام الحاج؟ اكيد. احنا تكلمنا في نهايه المباراه، قلنا العامل اللياقي، اللياقه البدنيه هي اللي استصنع الفارق. شاهدنا المنتخب الليبي افضل بكثير بدنيا، تقريبا استحوذ على الكره لمده 30 دقيقه، اتيحت له ثلاثه او اربع فرص كان ممكن ينهي بهم المباراه، لكن ممكن عامل الخبره، نقص الخبره، المنتخب اغلب اللاعبين متعودين بهذه النوعيه من المباريات، البطولات، اربع مباريات تقريبا في اقل من 10 ايام، كل هذا جعل نوعا ما التركيز يقل في الاوقات الحاسمه، لكن نتمنى الاداء اللي قدمه في النصف ساعه الاخيره يعطي اكله في ضربه الجزاء وتمكن المنتخب الليبي من التاهل اللي على مدار 120 دقيقه يستحق انه يكون في الدور القادم. نتحول من جديد لاجواء التعليق لمن سيبتسم حظا نتمناه لليبيا في هذه المباراه الدراماتيكيه. من جديد محمد بركات. محمد اليك. نعود من جديد لنتابع ركلات الترجيح، ركلات المعاناة. دعواتكم مع الفرسان، قولوا يا رب. ركلات الترجيح تتطلب من اللاعبين التركيز وضبط الأعصاب. نتمنى الحارس محمد نشنوش يتألق ويتصدى لركلة واثنين. يلا ان شاء الله الكرة الطاوعة الفرسان وعارضتهم في اشواط اضافية كان بمقدورهم عزم الامور. يلا نشنوش. البداية مع نشنوش ان شاء الله توقعاته في محلة. الركلة الاولى لمن؟ فرسان متوسطة. منتخب ليبيا هو من سيبدأ في التنفيذ. مهم جدا أن تبدأ في التنفيذ وأن تسجل. سجل صعب. خلي المنافس في بعد. فيصل البدري المتخصص. فيصل البدري والركلة الأولى. فيصل البدري في مواجهة موتو. البدري في أي زاوية سيختار؟ البدري في الركلة الأولى الليبية. فيصل البدري يستعد للتسديد. فيصل البدري ننتظر الركلة الأولى. دون يا بوركينابي وسيدون البدري الركلة الأولى بنجاح إن شاء الله. فيصل البدري يستعد للتنفيذ. فيصل يسجل باقتدار رائع يا مايسترو. هي الأولى ينجح في تحويلها داخل الشباك. 1-0 الآن. الركلة الأولى ناجحة للفرسان بإمضاء فيصل البدري. ليبيا 1 في انتظار الركلة الأولى للكابون. في انتظار أن يتألق الحارس نشنوش. يلا يا نشنوش. يلا يا عملاق. نشنوش والركله الاولى للكابون في انتظار التصويب. في بي سجل في بي يغارت نشنوش. 1-1 في بي يضع الكره في المرمى. ركله بركله قالت نشنوش والاخر وضع الكره على يسار محمد نشنوش. إذن التعادل. الركلة الأولى نجح البدري في تحويلها داخل الشباك وكذلك في بي. الآن الغنودي. الغنودي. الغنودي والركلة الثانية لليبيا. محمد الغنودي. الغنودي يستعد. الغنودي سجل. برافو غنودي. صراحة كنت متخوف. الغنودي لم يعرف الشباك، لم يسجل. وتوقعت الكرة ما تطاوعهاش، لكن الغنودي إغالة موتو والثانية تسجل لليبيا. ليبيا 2 الكابون 1. الركلة الثالثة لسيزو. إن شاء الله سيزو المقلد الكابون يضيع. نعرفوا سيزو الجزائري الفرنسي متخصص في الركلات وفي المباريات الهامة، لكن الكابوني إن شاء الله
يخفق والتوفيق يحالف نشنوش. يلا يا نشنوش، يلا يا أسد، يلا يا أسد، يلا يا أسد، يلا يا أسد. نشنوش يتصدى، نشنوش يتمكن من التصدي، الثانية ضايعة. برافو يا أسد، نشنوش يتصدى للركلة، توقع في محله للعملاق نشنوش، ونشنوش يكون في الموعد 2-1. المعنويات مرتفعة، سجلوا الثالثة، سجلوا الثالثة لتقتربوا. ويلا يلا يا مهدي، مهدي يا مهدي. لا يا بوشناف، بوشناف 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 يسجل، يسجل بوشناف، بوشناف يضع الكرة في المرمى. 3-1 للفرسان. شكرا بوشناف، شكرا بوشناف. 3-1 للفرسان. إيغارة موتو، شوف الكرة وضعها في منتصف المرمى بوشناف. 3-1. هيا في انتظار هذه، في انتظار هذه الركلة. الضيع هذه ركب رسمة كبيرة، ولكن دانيال كوزا، كوزا يستفز فيه نشنوش. تعلم، تمرس، أصبحت عنده خبرة، يحاول استفزازه. دانيال كوزا، كوزا يسجل. يعمل بقوة 3-2. ننتظر الآن في الركلة الرابعة، الركلة الرابعة. شوف الكرة تعامل معاه بقوة دانيال كوزا، مشابه بالتسديدة اللي فاتها في المباراة. نفس الركلة اللي تحصل عليها منتخب الكابون، تعامل معاه بقوة الآن الركلة الرابعة. معتز، معتز أرجوك خلي الشباك موتو تهتز، ونقولوا له موتو يا كابون. يلا معتز، يلا يا معتز، معتز موتو يا كابون. معتز يضع الكرة في المرمى. 4-2 في انتظار هذه، لو تضيع هذه الركلة ليبيا في السيمي فاينل، في انتظار هذه الركلة يا نشنوش. برافو معتز، ننتظر هذه الركلة. شوفوا معتز المهدي إغالة موتو ويضع الكرة في الشباك. الركلة الرابعة، ننتظر في هذه الركلة. ياكويا، ياكويا، لا سوكامبي، سوكامبي ضيع. يلا سوكامبي ناخذ التأشيرة منك. يلا سوكامبي، بالفعل بالفعل، تأشيرة الحضور للدور النصف النهائي. ليبيا في النصف النهائي، ليبيا تتمكن من بلوغ الدور الرباعي. المنتخب الليبي في النصف